فالشخصية اللي رح يتم قتلها هي الدكتورة ياسمين، واللي عم تلعب دورها رشا بلال. أوكي، أنا دكتور ياسمين حكيمة أسنان، متزوجة من المحامي آدم اللي عم يلعب دوره ممثل مهند الحمدي. هيك منشوفهم عائلة حلوة مع بعضهم كتير، بس في سوربرايز ومفاجآت كتير لقدنا. تنقتل أول حلقة بس هيك ومنتابع تفاصيل وبخلص خلاص ما عاد تشوفوني، بس بالحلقة الأولى بنقتل وخلص. لا أبدا منضل نشوفها بس فلاش باك. يس. نحن عرفنا أنه من المخرج من المنتج من الكل أنه اليوم كمان المشهد هو مقتلك، يعني قتلك بالنا. قالوا لي أخذ كتير 3 أيام تصوير قد ما في التفاصيل، لأنه في كتير ديتلز. هو أصلا هو سين واحد بس، هو إذا بدك هو الحلقة الأولى كلها ومع الحلقة الأخيرة كلها، يعني هن الأهم 2 سينز بكل المسلسل اللي هن الحدث الرئيسي. سو لهيك مشان هيك أخذ وقت.